في سابقة لانتشارها الأعداد الكبيرة للاجئين عبر دول شمال حوض المتوسط، تشهد الدول الداخلية منها الفرار الجماعي للاجئين الذين خيم أو الذي خيم على المرافق الكبرى للدول، كما هو حال المجر. المزيد في هذا التقرير لسمية مريشة. في المجر، وبعد تحول معظم محطات النقل ببودابست إلى مضاجع تأوي اللاجئين، أين خيمت المئات منهم على الأرضيات والسلالم، أصبحت هذه الأخيرة تشبه المراكز الرئيسية لاستقبال الهاربين من الأوضاع المأساوية في بلدانهم. إنهم متعبون للغاية، ليس لديهم ما يكفي من الطاقة، إذن هي مشكلة كبيرة، يجب عليهم الانتظار هنا، إنهم لا يستطيعون عبور الحدود، والمجر لا تقبل بأي شخص، وبالتالي الوضع الآن رهيب. الوضع الصحي هو أن الجميع يشعر بالبرد، والمشكلة الكبرى هي الجفاف، لأنهم لا يستطيعون شرب ما يكفي من السوائل على الطريق، كما أن لديهم مشاكل الحجارة في المسالك البولية. أطفال وبأعداد كبيرة تنتشر في هذه المراكز للتأمين على حياتهم، متناسين مستقبلهم الدراسي، خاصة وأن سياسات دول شرق أوروبا متشددة في قراراتها. هم أطفال مثل الآخرين، لن يذهبوا إلى المدارس في سبتمبر، إنهم يتوقعون بعض الأشياء، إنهم لا يدركون ما يجب القيام به، إنهم لا يعرفون ما هو الجيد في المجر، إنهم تحت رعايتي ورعاية متطوعين آخرين. مسلسل أصبح يرعب الدول المتجاورة في الاتحاد الأوروبي، خاصة وبعد بث حلقاته من المجر، أين تطاول العدد مع تطاول المشاكل الصحية والاجتماعية.